السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتسمع عن حبوب وأقراص البولدرين لكن معرفش إمتى تستخدم الأقراص أو الحبوب بتاعت البولدرين. في 60 ثانية هقولك عن أهم 10 استخدامات لأقراص أو حبوب البولدرين. أول حاجة علاج ألام الأسنان والصداع النصفي، علاج التهاب المفاصل الروماتويدي وألم الرقبة وأسفل الظهر، حالات خشونة المفاصل، حالات التهاب الأنف والأذن والحنجرة، حالات المغص الكلوي وحالات التهاب المرارة، علاج آلام الدورة الشهرية وحالات ارتفاع درجة الحرارة، حالات الكدمات والكسور والالتواءات عشان تخفف الألم، حالات هشاشة العظام ونوبات النقرس، حالات التهاب وآلام الأنسجة العضلية. إيه هي الحالات اللي ممنوع تستخدم فيها حبوب أو أقراص فولترين؟ هقول لك على أهم 10 حالات ممنوع إنك تستخدم فيها حبوب أو أقراص الفولترين. الناس اللي عندها حساسية من الدواء أو حساسية من الإسبرين أو أي أدوية فيها ديكلوفيناك صوديوم، حالات قرحة المعدة والاثنى عشر، حالات قصور القلب، حالات اضطراب وظائف القلب، الناس اللي عندها مشاكل بالشريان التاجي، حالات التهاب القولون التقرحي أثناء الحمل والرضاعة، مرضى الضغط المرتفع، الناس اللي عندها حساسية على الصدر أو ربو، الناس اللي عندها أمراض مزمنة في الكبد والكلى وكمان كبار السن. الناس اللي بتاخد أقراص أو حبوب فولترين إمتى توقف العلاج فورا وتستشير الدكتور؟ هقولك على أهم الحالات اللي لازم توقف فيها أقراص أو حبوب الفولترين وتستشير الدكتور بسرعة. لو حصل طفح جلدي، لو حصل لك أعراض مشابهة للإنفلونزا، لو حصل اضطرابات بالقلب زي تورم وزيادة في الوزن السريع وضيق في التنفس، لو حصل اضطرابات في الكلى زي قلة البول أو انعدامه أو ألم أثناء البول أو صعوبته وتورم بالذراعين والساقين، لو حصل اضطرابات بالكبد زي غثيان وقيء وألم أعلى يمين البطن والتعب وإغماء لون البول واصفرار الجلد والعين، لو حصل علامات نزيف في المعدة زي ظهور براز بلونه اسود بلونه احمر او حصل دم مع السعال والقيء. هل اقراص البولترين او حبوب البولترين ممكن تسبب مضاعفات او اثار جانبية غير اللي احنا قلنا عليها دي؟ ايوه، ممكن يسبب عسر هضم وغازات وقيء، ممكن يسبب اسهال او امساك، ممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يعمل انسداد الانف بالمخاط. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك شاره لغيرك. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.